سيارة المرسيدس راح تلاقيها مصفوفة جنب المقبرة بمكانها. الستة الصبح راح توصلها لمكان وتتركها هنيك. أنت شو بدك مني؟ أنتوا ليه هيك عم تعملوا معي؟ ليه عم تعملوا معي؟ لا تخاف، ما حيخطفوك مثل هذيك المرة. شغلتك توصل السيارة وترجع على بيتك وبتنام بحضن مرتك. هي العنوان. ما خرج ابدا، انا ما شغلتي امورك. بتحب فرجي مرتك الفيديو؟ انت صورتني هنا الفيديو؟ حرقت لك بيتك. حرقت لي بيتي؟ ليه حرقت لي بيتي؟ انا شو عامل لك لتحرقي بيتي؟ يعني بدها قلها لهد القصة، بدها انك تحرق لي بيتي؟ أنا بعرف إنك ندل وحقير وواطي، بس إنك توصل فيك القصة لإنك تحرق لي بيتي، ما توقعت أبداً، ما توقعت هيك أبداً. أبداً. لا تتأخر على الموعد. يعني كرمان شو الدواء؟ شو لازمك؟ خافت حرارة. إيه خافت حرارة. تفضل. أدي. لا ولو الله يسامحك، شو ما بستاهل. لا مش الله يسامحه، لا بدك تدفع مثل الشاطر، وهول الزعرانات والتشبيح مش عنا بالصيدليه. ما بستاهل خلاص يعني كرباير وما ملايبه. معلش معلش يعني. لا مش معلش. تعرف شو؟ ما بقى رح نبيع. روح فتش على صيدليه ثانيه، تفضل فرجينا عرض كتافك. حاضر. شو في بينك وبين غزوان؟ ما في شيء. كيف ما في شيء يعني؟ ما في شيء والله، ما في شيء، بس انا يعني ما بحبه يجي لعندي، يعني اي شيء بدي اياه بعطيه بسرعه، بس بدي اياه يروح. وليه هيك مكركب قدامه؟ لا مكركب، شو مكركب؟